السلام عليكم الناس، كيف حالكم؟ معكم هجر من قناة هجر قطني بلا فيتا. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي غدير فيه عمتي بيتزا إيطالية بلا بات جميلة وسهلة التحضير. هجر، أنا غادي نعطيك واحد طريقة ديال بيتزا ناجحة 100% ديال لي شاف الكبار. أنا شفتها عند واحد الشاف كبير خدام في الإيطالي، مهم وعجبتني واللي هي اللي كنعتمد، كتجيني أحسن بات واعرة. انا الدقيق ما كنعبروش، الدقيق كيكون ما كنعبروش، فيها معلقه ديال السنيده، فيها قبيصه ديال الملح، فيها الخميره الفوريه تاع الزعتر، فيها نص كاس ديال الزيت عادي. هنا عندي كاس صغير، كتاخدي انت نص كاس ديال الزيت، الكاس العادي ديال اتاي. الطريقه ديالها انني كناخذ هاد الدقيق اللي عندي، كناخذ مقدار تقريبا نص ديالو ولا ما كاملش. بحال هكا اشنو كندير فيه؟ في الاول كندير فيه غير المليحه، والسنيده، والخميرة. هذا المقدار اللي خديناه ودرنا فيه مليحة والخميرة وشوية السنيدة هو اللي غنخلطوه في ليطاب الاولى. بحال هكا انا ما كنديرهاش بالعبار، على حسب. الا كنت بغيت كثير راني كندير الدقيق كثير، بغيتها غير قليله جوج كرات ولا هادي كندير فورس قليل. عينك ميزانك، على حسب نتيا و اللي بغيتي دير. كتخلطيها مزيان بحال هكا حتى كتجانس كاع المكونات، كيتجانسوا هكا. ملي كتخلطيه صافي كتسدي عليه. صافي وكتخليه حتى كيطلع، كتحطيه جانبا حتى كيطلع، يبان لك كله تنفخ وفيه تقيبات، ديك الساعة كنرجعو ليه باش نكملوه. رجعنا للعجينة ديالنا، دابا هاهي خمرات. شوفوا الشكل ديالها كيفاش تيكون. دابا كنزيدو عليها البقية ديال الدقيق وكتكون مرخوفة، وبقية المقادير الزيت والزعتر. ما كنديرش فيها انايا نيدو ولا بيضاء ولا هذه، كتجيني غزاله، كتجي زوينه طلوقه، ما كتسوقش لك كاع في اليد، كاع طلوقه بحال تفرنوت بحال. كتبقاي تزيدي في الدقيق حتى كتجيك خليط يكون زوين، ما يكونش ثقيل، يكون خفيف مع الزيت، كتجي عجينه لينه وسهله. ايوا دابا من بعد ما خمرت لينا العجينه غادي نقرصوه. والطريقه اللي بغيت نوصل لكم هي ان لاطا ديال البيتزا ما تنديروش ليها المدلك، بحال لا كنطفيوها، كتقرص غير بالصبيعات. كنبداو من هنا من الوسط وحنا غاديين، بما انكم كتخليوها كتطلق مزيان راه كتساعدكم، ومن الاحسن
اننا كنخدموه بالسميده الرقيقه. البيتزا الايطاليه كتبغي كتخدم بالسميده الرقيقه ماشي بالفورس. كتحاولوا انكم هاد الجنيبات ما تلحقوش ليهم، كتبداو من الوسط وانتم غاديين حتى كتكبر لكم في يديكم وكيبقاو الجنيبات منفخين، كتجي هائله. دابا غنصاوبوا الحشوه. حنا درنا دابا باش ما نتعطلوش، هذه اللي غندير فيها البصله والكفته، وهذه هي اللي غادي ندير فيها لاصوص طوماط. شويه الزيت ونديروا لاصوص طوماط. ونديروا هنايا البصيله. ما خرجتهاش بكري باش تطلق، ماشي مشكل. كنديروا معاها رويس ديال الثومه نقلى معاها مع لاصوص ومع البصيله، كنديروا مليحه. كنديروا شويه ديال الزعفران. نزيد الزعتر صافي، وكنبقاو نحركو فيهم. ايوا كنحصلو على هاد الشكل في الاخر، كنحصلو على هاد الشكل. ما كنتقبوهاش لا بالفرشات لا بحتى شي حاجه، كنكملو صافي. وكنبداو نديرو لها الحشوه. كنديرو لاصوص هو الاول، لاصوص حتى الوصفه الثانيه، ونعود ندير لكم كيفاش كندير ليه لاصوص ديال البيتزا. وكنديرو في المجمد وكنبقى ناخذ منه، حتى هو عنده واحد الطريقه زوينه. كديري فيها الفلفله، كديري فيها بصله، ثومه ومطيشه، وكديري داكشي كله. ما كتنقي كاع مطيشه من القشور لا الزريعه. ملي كيطيب داكشي مزيان كديري فيه شويه القامه وشويه ديال الابزار، الزعتر، زعتره الا كاينه عندك. وملي كيطيب الخليط كنديروه في الميكسر وكنصفوه، وكيبقى معتمد عندنا البيتزا. انا قلت لكم دابا بلا ما ندير الطريقه، راه ساهل بزاف، كيبقى معتمد عندكم تيزعمكم دغيا. الا كان في الثلاجه دغيا دغيا كتجبدوه كيف ما درت ليه انا، يكون مجمد وكتخدموا به. هذيك البصيله ملي طابت لينا انا عزاليا كنديرها على جوليان، ما كنحملهاش نديرها كروات، كتعجبني هكا كاينه ماشي نفه. كندير عليها كفيته وكندوقها، كنزيد فيها شويه ديال الزعتره حيت البزار مليحه صافي. وكن نديرها في كتجي هائله هاد البيتزا، ما نقولش لكم، غتشوفوا الشكل ديالها النهائي، كتجي غزاله. وهذوك الجنيبات كتخليوهم ناشفين، كتوصلوش ليهم الصوص، كيبقاو فحال كاينه كيتنفخوا كيجيو زوينين. كنديرو الموزاريلا شويه بحال كنديرو غير ديال لاباط باش تجينا بنينه، غير شويه ما كنديروش الفرماج كله اللي بغينا في البيتزا، كنديرو القياس ديال الموزاريلا. وما ديروش الفرماج الكغيير حيت كيولي بحال
كيولي كيتجبد كيولي بحال الكاواتشو ما تيعجبنيش ما تيدارش فيها في حق ما خصوش يتعمل معها غير الموزاريلا غير القياس اللي كنديرو باش يبن لينا لاباط وكنديرو فليفله هكا انا تتعجبني بعض المرات كندير فيها حتى الفلفله حاره بحال هكا كنقطعها في هذا الشكل حتى وكنديرها الا ما كانوش الوليدات الصغار الا كانوا الوليدات الصغار ما تستغني عليها ايوا صافي دابا عاد باش كندخلوها الفران الفران خاصو يكون شاعل نص ساعه قبل ولا ربع ساعه قبل الا كان الفران شاعل ملي تكوني انت كدلكي فيها يكون يعني سخون مزيان راه تقدر تطيب لك حتى في قسم ولا قسمين كاع ما كاملاش واخا عجينه خاص الفران تشعليه قبل ما تكوني كتخدمي فيها وتتوجدي فيها باش يكون حار صافي كطيب لك في قسم تقدر تطيب لك في قسم وهذا هو الشكل الاخير ديالها دهنت لها شويه ديال زيت العود من هنايا باش كيجي المنظر ديالها هائل ها هي كيفاش كتجي هائله شوفي لاباط وبصحه والراحه